أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية الدولية، ولكن بعد أهم العناوين نقرأ في المدى: التخطيط، نسجل زيادة سكانية بمعدل 1,000,000 نسمة سنويا. نطالع في وكالة يقين نت: البيئة تحذر من خطر يهدد ملايين العراقيين بسبب نقص المياه. وجاء في موقع عربي 21: تحذير فلسطيني من اقتحام نائب إسرائيلي للأقصى. ألترا عراق عنوانت: مخالفة قانونية وكارثة مالية، البرلمان يعتزم تشريع موازنة مصغرة. ونطالع في العربي الجديد: شهيدان وإصابات خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام واسع لمدينة ومخيم جنين. ناشيونال انترست عنوانت: بايدن عاجز في السياسة الخارجية وأوكرانيا أوضح مثال. أما في الجارديان فجاء تحت عنوان: ثمن السلام في أوكرانيا التخلي عن دونباس والقرم. أهلا بكم، ونبدأ من كتابات. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال نشره موقع كتابات: الحقيقة هي أن جميع الذين تقاسموا الوزارات والمؤسسات في الحكومات السابقة مع أحزاب إيران العراقية، سواء كانوا من هؤلاء أو من أولئك، يتحملون نفس القدر من المسؤولية عن الفساد والخراب والاقتتال والفشل الذي تعاني منه العملية السياسية، وعن تمكين الإيرانيين من فرض سطوتهم على شؤون الدولة العراقية وإعانتهم عليها. الذي أثبته الصراع بين الفريقين فأمران: الأول أن النظام السياسي القائم في العراق أثبت أنه عقيم ولا يسمح لأحد من داخله أو من خارجه بإعادة بناء دولة اسمها العراق. والثاني أن العملية السياسية التي أنشأها المحتل الأمريكي بالاشتراك مع المرجعية وإيران في عام 2003 مختطفة من قبل فئة صغيرة من العصاة لا تتعدى 5% من مجموع الشعب العراقي المغيب بقوة السلاح والدعم الخارجي والفساد. وإليكم الدليل. ثم إذا كان الإيطاليون متهمين بالولاء لإيران، فإن الشيعي الصدري والكردي البرزاني والسني الحلبوسي الخنجري لم يكونوا قادرين على دخول العملية السياسية والحصول على مناصبهم ومكاسبهم وتأسيس أحزابهم وائتلافاتهم وميليشياتهم واكتناز الذهب والفضة وشراء المؤيدين والأتباع لولا كرم الحرس الثوري الإيراني وبركات قاسم سليماني سابقا وإسماعيل قاآني لاحقا ورعاية السفارة الإيرانية في بغداد. شيء آخر، يقول أصحاب التحالف الثلاثي إنهم يريدون تشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء الدولة على أسس مؤسساتية ديمقراطية وإعادة الاعتبار لهيبتها واستعادة سلطة القانون وتعزيز استقلال القضاء. حسناً، ماذا إذن كان يفعل التيار الصدري في الوزارات والهيئات والمؤسسات التي وهبت له بنظام الحصص فاستخدم عوائدها ومواردها لتمويل ميليشياته ونشاطاته ومكاتبه المتناثرة في محافظات الوطن المختلفة؟ وماذا كان يفعل البرزاني بموارد النفط والمنافذ الحدودية وما تهيبه الخزينة المركزية لحكومة الإقليم؟ يضيف الكاتب: الانغلاق واقع لا محالة، ولا بد أن يقود إلى 4 احتمالات: الأول أن يضطر رفاق السلاح في التوافق، والثاني أن تقوم الفصائل المسلحة بانقلاب عسكري على الدولة فتشتعل الحرب الأهلية الطاحنة بين ميليشيات الفريقين، والثالث أن يعمد الحرس الثوري إلى غزو العراق أسوة بالغزو الروسي لأوكرانيا مؤخرا، ليتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية مع إيران. أما الرابع أن تبادر المحكمة الاتحادية فتمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
أنتقل وإياكم إلى صحيفة الميثاق الوطني، حيث نقرأ مقالاً للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي تقول فيه: التحدي الأكبر الذي يواجه كل إنسان هو تحدي السلطة واستعبادها للشعوب، فالاستبداد والظلم يبدأ عندما يتوسع الإنسان في مد سلطته لتشمل قرارات الآخرين، ويكون بذلك قد تعدى على سلطات الآخرين وحرياتهم ومارس عليهم دور السيد لإخضاعهم لإرادته. لقد عانى الشعب العراقي طغيانا عاتيا وفسادا فاحشا وظلما وقتلا وقهرا استمر لسنوات وما زال، ولم يعاني شعب من الشعوب مثل ما عاناه الشعب العراقي، ولذلك طفح الكيل وخرج الشعب لم يبالي بتهديد أو قمع وخطف وقتل، متحليا بقول الشاعر: فلابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. وكسر القيد بإرادة وتصميم الشعب بإسقاط أقنعة الحكومة وأحزابها وكشف حقيقتهم وسقوطهم المدوي بممارسة الاستبداد والاستحقار والظلم ونشر الفقر والمرض والفتن وتجهيل المجتمع وحرمانه من أبسط حقوقه حتى استباحوا وزبانيتهم كل الحرمات والمحرمات، ومنحوا أعداء الوطن الأمن والأمان وكل ما في وسعهم من ثروات الشعب ومقدراته لإسعاد الشعب الإيراني ورفع مستوى معيشته على حساب لقمة عيش العراقيين وكرامتهم، لأن غاية المستبدين والمتسلطين في عراق اليوم هي خدمة لولاتهم وأعوانهم من الإيرانيين وغيرهم. واليوم ظهر إلى جوار الحكومة المستبدة طاغية آخر، السيد العميل البديل، ومستبد آخر أشد وطأة ودموية على الشعب، ومنذ فترة السقوط ويداه ملطخة بدم الأبرياء، زعيم في السفه والسفاهة والتخلف، وقائد ملهم لأتباعه من المجرمين والعملاء والقتلة وقطاع الطرق. خلقنا أحرارا، تضيف الكاتبة: أقول لمن استعبد من أبناء وطني إن استعباد البشر بشكل أو آخر لن يستمر إلى ما لا نهاية، ولن يرضي الشعب بالذل طوال الدهر، فلا بد أن تأتي لحظة الانفجار في وجه الطاغي، ولا بد أن يستفيق الشعب من سباته وينهض الوطن من كبوته، فتتحطم أغلال العبودية وتنكسر قيود الذل وتستعاد الحرية المفقودة. نشر صحيفة الغارديان مقالا للكاتب سايمون جينجنز قال فيه: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح تهمة دبلوماسية بعينها، وهو يلعب في صالح نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن ثمن السلام في أوكرانيا التخلي عن دونباس والقرم. إن النزاع الروسي الأوكراني جذوره عميقة في تاريخ أوروبا وحرصها على أمنها، والدعم الأخلاقي واللوجستي لكييف قد يقود إلى تصعيد متغور ومواجهة خارجة عن السيطرة. إن فلاديمير زيلينسكي كان بارعاً في تعبئة شعبه، وأثبت خطابه البسيط أن القوة العسكرية العاتية لا تواجه الكلمة البسيطة والمقاتلين الهواة الذين في قلبهم قضية وحب لوطنهم. لكن زيلينسكي يجب ألا يبدو أقل براعة، ويجب عليه التفاوض على التنازلات المحتومة. اقترح زيلينسكي العودة إلى اتفاقية مينسك الثانية عام 2015، وهذا اعتراف بفوز روسيا وقبول بوضع أوكرانيا في إطار يشبه فنلندا وتأكيد استقلالية دونباس، وأي رفض يعني استمرار جحيم الحرب، وسيكون وضع هذه المنطقة مهما. فالمنطقة الصناعية في دونباس كانت مصدر الفوضى في أوكرانيا خلال السنوات الماضية، على أن الأنظمة المركزية تشجب هذه النزاعات وتتعامل مع النزاعات الانفصالية كلعنة مزمنة. وهناك حاجة للبحث عن مسار دستوري لمناطق الحكم الذاتي في القرم ودنباس من أوكرانيا، ويجب أن يكون مفتاح الحكم هذا هو السلام. ففي مكان ما من المياه العكرة للحكومات المفوضة تعد الكونفدرالية المستقبل لهذه المنطقة اليائسة من أوروبا. جينجنز ختم بالقول: إن المبدأ الثاني في الحرب هو أن تسمح لعدوك بجسر كي يسحب قواته،
وهو جسر يعني أن دونباس الثمن للسلام والقبول، بأن النزاع في أوكرانيا هو مع بوتين وليس بين الغرب وروسيا. قارن الكاتب جوناثان كوك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين الدبلوماسية الأمريكية الراحلة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب دورها في غزو العراق، مؤكدا في الوقت نفسه أن كليهما مجرم حرب. وقال في مقال له على موقع ميدل إيست آي البريطاني أن جرائم الحرب التي كانت أولبرايت تدافع عنها أشد فظاعة مما يرتكبه الرئيس الروسي حاليا فلاديمير بوتين في أوكرانيا. جوناثان كوك: بوتين مجرم حرب، وكذلك كانت مادلين أولبرايت. ففي عام 1996 عندما كانت تشغل منصب سفيرة إدارة بيل كلينتون في الأمم المتحدة، سئلت من قبل برنامج إخباري اسمه 60 دقيقة عن ما إذا كان بإمكانها تبرير العقوبات المدمرة التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق بعد حرب الخليج في عام 1991. كانت تلك السياسة تحرم العراق من احتياجاته من الدواء والغذاء، وكما بين لها محاورها بحلول اللحظة التي كانا يتحاوران فيها، فقد بلغ عدد الأطفال العراقيين الذين قتلوا بسبب العقوبات ما لا يقل عن 500,000. من الملاحظ حين ذاك أن أولبرايت لم تكلف نفسها عناء التشكيك بصحة الرقم الذي أورده محاورها، وعندما سئلت هل هذا الثمن مبرر؟ أجابت: نعتقد أن الثمن مبرر، ونتيجة لقرار أولبرايت الاستمرار في فرض العقوبات في أثناء شغلها لمنصب وزيرة الخارجية. فقد قدم دينس هيلداي المسؤول الكبير في الأمم المتحدة استقالته من منصبه، وهو الذي خلص فيما بعد في صيف عام 1999، إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون عراقي قضوا نحبهم بسبب العقوبات، سواء بسبب سوء التغذية أو بسبب نقص الرعاية الصحية ووصف السياسة المتبعة بأنها إبادة جماعية. وقال حينها إن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا يقتلون عمدا وعن سابق معرفة آلاف العراقيين كل شهر، وهذا الذي يجري يتوافق مع توصيف الإبادة الجماعية. ثم ما كان من هانس فون سبونيك الذي خلف هاليداي في منصبه، إلا أن استقال هو الآخر بعد عامين، وكان قد قال قبل استقالته: إلى متى ينبغي أن يتعرض السكان المدنيون وهم أبرياء من كل ذلك إلى مثل هذا العقاب على جريمة لم يقترفوها؟ يضيف كوك أن الدورة الدعائية لوسائل الإعلام صارخ حالياً، إذ إنها تقوم بتبييض وجه الولايات المتحدة والتستر على جرائم الحرب التي كانت الدبلوماسية الأمريكية الراحلة أولبرايت تبررها وتدافع عنها بشدة، رغم أنها فاقت في فظاعتها ما ارتكبه بوتين من جرائم خاصة في العراق. يقول الكاتب عامر جلول في مقال نشره موقع عربي 21: شكل الحرب التقليدية قد تغير تماما، فلن تستخدم فيها الدبابات والصواريخ بين المعسكرين الشرقي والغربي إطلاقا، ولكن الحرب سوف تكون حربا لتغيير النظام الاقتصادي والنقدي كذلك الذي يتحكم بالعالم على جميع الأصعدة، منها التجارية المالية وغيرها. فهذه أصبحت الأولوية للدول التي تعاني من آثار العقوبات التي يفرضها شرطي العالم المعروف، أي الولايات المتحدة الأمريكية. قوة الولايات المتحدة الأمريكية ليست بجيوشها الجرارة والتكنولوجيا العسكرية والمدنية فحسب، وذلك لأن هناك نوعاً من المنافسة والتوازن النسبي على الصعيد العسكري أو الأسلحة النووية مثل روسيا والصين وغيرهما، إنما بقوة عملتها. هناك كلام في الخفاء وأصبح ظاهرا في الساحات الدولية عن حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، واليوم بدأت تتحول إلى حرب ساخنة، ولكنها حرب اقتصادية وحرب عملات. ولكن هل الصين مستعدة لكسر تلك الهيمنة؟
لا شك أن الدولار هو سلاح في خاصرة الصين وروسيا، ولكن واقعيا ومنطقيا لا تستطيع الصين اليوم أن تدخل في معركة لكسر هيمنة الدولار، وذلك لعدة أسباب. الأول أن الصين تمتلك أكبر احتياطي من الدولار الأمريكي، كما أنها أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة الأمريكية، وهبوط الدولار يعني خسارة قيمة ديونها الخارجية وقيمة احتياطها النقدي. أما السبب الثاني فهو أن الصين لا زالت تحتاج إلى التكنولوجيا الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي غير قادرة في الوقت الراهن على التخلي عن تلك التكنولوجيا، كما أن أمريكا هي سوق كبيرة للمنتوجات الصينية. واليوم تسعى روسيا للالتفاف على العقوبات من خلال بيع النفط والغاز لغير الأصدقاء بالروبل الروسي، أي العملة المحلية، مما يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية والانتقال بالعلاقة مع الشريك الصيني إلى مستوى الحليف الاستراتيجي على كافة الأصعدة. ولكن السؤال هنا أيها السيدات والسادة، هل هذا التحالف قادر على أن يكسر هيبة الدولار؟ وهل سوف نشهد انهيار الإمبراطورية الأمريكية واللجوء إلى عملة جديدة أو العودة إلى الذهب كملاذ آمن؟ نشر صحيفة واشنطن بوست مقالاً للصحافية رنا أيوب قالت فيه إن تغيير الضمير الجمعي للهند يتم بشكل غير قابل للإصلاح إلى جانب نقل كراهية المسلمين إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتحدث عن فيلم سينمائي بعنوان ملفات كشمير. وأثار فيلم ملفات كشمير الذي يصور الهجرة الجماعية للبانديت الكشميريين أو الأقلية الهندوسية في كشمير في تسعينيات القرن الماضي هتافات كراهية معادية للمسلمين في دور السينما في جميع أنحاء الهند. حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، دور السينما مكتظة حتى أن الحكومة الهندية منحت امتيازات ضريبية على الفيلم، معتبرة أنه مهم لرفاهية البلاد. هذا يعني أنه يمكن للجماهير شراء التذاكر بأسعار أرخص. وفي اليوم التالي التقى مودي بممثلي الفيلم وطاقمه، وفي خطاب متلفز سخر رئيس الوزراء من الانتقادات قائلا: أولئك الذين يحملون دائما علم حرية التعبير، هذه المجموعة بأكملها قد اهتزت في الأيام الخمسة إلى الستة الماضية، ولقد كتبت الصحفية من قبل عن القوة التي تتمتع بها هذه الأفلام لإثارة الحماسة القومية والكراهية المعادية للإسلام. إنها الآن صيغة مجربة، لكن نجاح فيلم ملفات كشمير الذي حطم الرقم القياسي نقل الدعاية إلى مستوى الإبادة الجماعية. الفيلم يسيطر على جميع المناقشات، يروج له رئيس الحكومة، بينما تخصص الشبكات الكبيرة ساعات من البرمجة لتمجيد الشجاعة في الفيلم. للأسف تضيف الكاتبة أن الكراهية ضد المسلمين تملأ الهند الآن من الملاعب وحتى دور السينما. وفي خبرنا اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع أن تتخذ حالات عدوى فيروس كورونا مسارات أخف كثيراً للمرض مع الوقت، حسب ما ذكر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس. وأضاف: بناءً على ما نعرفه الآن، السيناريو الأكبر احتمالية هو أن يستمر فيروس كوفيد-19 في التطور، لكن شدة المرض هذا الذي يسببه ستقل مع مرور الوقت، حيث ستزداد المناعة نظراً للتطعيم والعدوى. وذكرت المنظمة كذلك أن هذا السيناريو قد يشهد زيادات متكررة في الحالات إذا ما انخفضت المناعة بمرور الوقت. وذكرت كذلك ورقة الاستراتيجية أنه في هذه الحالة ستكون الجرعات المعززة الجديدة ضرورية جدا بصفة خاصة للفئات المعرضة للخطر.
أما الآن أترككم مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.